مساءكم حلو، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من السوبر. النهارده عندنا كلام كتير جدا في الكوره. عندنا الدوري المصري بيعود من جديد وبقوه الحقيقه، في ماتشات في منتهى المتعه. اذا كنا بنتكلم على النادي الاهلي النهارده واتحاد الشرطه، اذا كنا بنتكلم على المصري وسموحه، اذا كنا بنتكلم كمان على مصر المقاصه واسوان، النهارده ماتشات حلوه جدا وفي منتهى الامتاع. النهارده في الجزء الثاني من السوبر ضيفنا سوبر كالعاده كابتن ابراهيم صلاح، نجم نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك المعار حاليا الى سموحه، بالتاكيد طبعا هو نجم منتخبنا الوطني. هنشارك في الحلقه ازاي؟ زي ما تعودنا مع حضراتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك، من خلال صفحتنا كمان على تويتر. الهاشتاج بتاعنا كمان هو السوبر اندرسكور ابراهيم اندرسكور صلاح، ده الهاشتاج بتاعنا النهارده اللي هنشتغل عليه. نوجه سؤالنا للسوبر ابراهيم صلاح نجم منتخب مصر ونادي الزمالك المعار لسموحه، وده الهاشتاج بتاعنا السوبر اندرسكور ابراهيم اندرسكور صلاح. خدوا بالكم انه عندنا كلام كتير قوي هنقوله مع كابتن ابراهيم، مش موضوع نادي الزمالك بس الحقيقه، بس ورحيله عن نادي الزمالك، وانما كمان عن منتخبنا الوطني والدور المحوري اللي لعبه مع منتخب مصر في الفتره الاخيره. ولا تنسوا انه كان اليوم في مباراه مهمه بين سموحه والنادي المصري، وفاز بيها سموحه بهدف دون مقابل. ده هيبقى في الجزء الثاني ان شاء الله النهارده من السوبر. تعالوا نستعرض مع حضراتكم الدوري المصري النهارده واهم ما جاء فيه، لانه هيبقى عندنا وقفات كتيره جدا جدا، وقفات في منتهى الاهميه. اذا كانت البدايه معانا من المباراه الاولى، يلا هاتوا لنا الدوري المصري. الدوري المصري النهارده اقيمت فيه عده لقاءات هنستعرضها مع حضراتكم. اللقاء الاولاني هو مصر المقاصه واسوان، وانتهى اللقاء فيه لصالح مصر المقاصه بثلاث اهداف مقابل هدف. اللقاء الثاني هو مصري وسموحه، وانتهى لصالح سموحه بهدف دون مقابل. هقول لكم طبعا اللي جاب اهداف مصر المقاصه كان نانا بوكو في الدقيقه 79، عمرو بركات في الدقيقه 85، محمد جابر في الدقيقه 90، واسوان اريك تراوري. في النادي المصري اللي جاب الهدف حسام باولو، هنقف على موضوع حسام باولو بكل تاكيد. النادي الاهلي 5-3 برضه هنقف عند مباراه النادي الاهلي. تعالوا نبتدي من اللقاء الاولاني مصر المقاصه واسوان، نستعرض مع حضراتكم اهداف اللقاء. وزي ما بقول لحضراتكم الهدف الاولاني كان سجله نانا بوكو من اختراق من منتصف هو من عمق دفاع مصر المقاصه، وهدف غريب شويه اريك تراوري عفوا في الدقيقه 28، ده كان هدف السابق لاسوان. بيتمكن مصر المقاصه كعادته واحد من الفرق الكبيره جدا الحقيقه مصر المقاصه، وان كان في بعض الفترات بيغيب عنه التوفيق، لكن اليوم قدام فرقه محترمه، فرقه اسوان خلاص اجبرتنا على احترامها، واجمل ما فيها وافضل ما فيها ان هي بتشتغل في صمت من غير ضجيج من غير زحمه. وكمان المهم يعني المهم في كل ده ان هم ما عندهمش اي امكانيات خالص، مفيش اي امكانيات، مفيش اي فلوس، مفيش اي حاجه خالص في اي حاجه، والناس لحد دلوقتي مكمله في الدوري الممتاز. ده الهدف اللي شفناه مع حضراتكم كان هدف نانا بوكو في الدقيقه 79 من ضربه راس، عمرو بركات في الدقيقه 85، ومحمد جابر في الدقيقه 90. هي دي الفرق الكبيره، يعني لما نشوفه كده في 10 دقائق انا فرقه مغلوبه 1-0 ورايحه مني 3 نقاط، فاعرف اوصل للي انا عايزه من خلال مجموعه اللاعبين ومن خلال تالق عمرو بركات. هفضل اسال كتير جدا الحقيقه الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني ماذا عن عمرو بركات، يعني عمرو بركات محتاج يعمل ايه علشان يقول للناس ان هو موجود في منتخبنا الوطني، او يبقى مدي للناس مؤشر انه لعيب مميز. مش محتاج حاجه اكتر من اللي هو بيأديها في ارض الملعب، ولا محتاج اهداف اكتر من اللي بيجيبها في ارض الملعب، ولا محتاج ان هو يكون عنده ثبات انفعالي، ولا لعيب رغاي، ولا بيطلع في وسائل الاعلام، ولا بيتكلم، ولا بيطالب، ولا 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 ولا. لعيب مميز جدا جدا الحقيقه، انما ملوش مكان في منتخبنا الوطني. وبرده هو السؤال اللي بيطرح نفسه، احنا بنتكلم دايما على الدوري وانتظام مسابقه الدوري الممتاز. ليه انتظام مسابقه الدوري الممتاز ليه؟ عشان خاطر يطلع لنا واحد زي عمرو بركات ناخده، بسيطه على فكره عمليه. عشان ما يطلع لنا واحد زي حسام باولو كده هداف عمال يجيب اجوان من كل حته وفي اي مكان ناخده، نبقى احنا الكسبانين. ده الهدف الثالث اللي سجله محمد جابر ميدو، بالمناسبه واحد من اللاعبين المميزين جدا، سجل الهدف ده في الدقيقه 90، وكان اضاع فؤاد سلامه ركله جزاء. ده اللقاء الاولاني اللي جمع ما بين اسوان ومصر للمقاصه. اللقاء الثاني هو لقاء المصري وسموحه 1-0، لقاء المشاكل، لقاء الازمات. وهقول لحضراتكم ليه لقاء المشاكل ولقاء الازمات. دي مثلا اول ازمه، ماشي ما يجراش حاجه بتحصل. دي مثلا اول ازمه، مش اول ازمه انه الهدف رجع تاني، اول ازمه انه حسام باولو جاب جون في الثانيه 11، فالدنيا قامت وما قعدتش، لانه كل الناس قالت لك ده ايه، ده اسرع هدف حسام باولو، قال ده اسرع هدف مصر، ده اسرع هدف في الدوري الممتاز. اختلف كابتن ايمن يونس
وده حقه. كابتن ايمن يونس قال لا، انا صاحب اسرع هدف، انا جبت اسرع هدف قبل كده وكان متسجل باسمي ولدي ما يثبت ذلك. عبد الحميد حسن لاعب انبي قال انا جبت الجون في الثانيه 11 قبل كده وده اسرع هدف متسجل باسمي مش باسم حسام باولو المفروض، لانه انا جبت جون لما كنت العب مع انبي جبت في غزل المحله وده كان اسرع هدف. خناق، بس خناق حلو. يعني ان احنا بنتكلم على رقم قياسي، الحكم بقى والفيصل، الاتحاد المصري لكره القدم وسجلات الاتحاد، ونجيبها ونقعد ونتكلم، وهنحاول ان احنا كمان يبقى عندنا مداخلات في الموضوع ده نعرف القصه وصلت لحد فين. انما في النهايه خناقه حلوه، حاجه كويسه، احنا بنتكلم على رقم قياسي. طيب الخناقه اللي مش حلوه، الخناقه اللي مش حلوه هي اللي هنعرضها لحضراتكم دلوقتي حالا. الازمه والمشكله اللي حصلت في ارض الملعب بسبب ركله جزاء لم تحتسب لصالح النادي المصري. وعلى خلاف ركله الجزاء دي احنا ما عندناش مشكله خالص على فكره انه يبقى فيه ركله جزاء او اهو بصوا كده معانا. دي ركله الجزاء اللي وقف بسببها الجهاز الفني للنادي المصري، كابتن ابراهيم حسن منفعل جدا جدا، واهو محمود عزت والكره جت في ايد الراجل. كابتن ابراهيم حسن، كابتن حسام حسن، كابتن طارق سليمان، عصبيه مفرطه، لعيبه بتحاول تهدي الجهاز الفني، كل الناس بتهدي الجهاز الفني. الحكم المباراه كابتن سمير عثمان، كابتن سمير يعني واحد من الحكام الطيبين الهاديين اللي يعني ما تسمع لهمش صوت، بس واضح انه حصلت حاجه كبيره وصلت الموضوع للدرجه دي. بصوا نرفزت الكابتن حسام حسن لاقصى درجه، اقصى درجه، والكابتن ابراهيم حسن. طيب خليني اقول لكم اللي عندي من الكواليس، انه في ضغوط بتمارس على كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن، مش دفاعا بس على حاجه، انا يعني اكيد انا موقف زي ده ما بحبش اشوف فيه كابتن حسام حسن، والحقيقه الكل عارف مدى علاقتي بكابتن حسام حسن وقد ايه هو رمز اصلا بالنسبه لنا في مصر. بس هو الحقيقه انه النرفزه دي هقول لحضراتكم اسبابها ايه. اسبابها انه يشعر انه مجلس اداره النادي المصري مش واقف الوقفه المطلوبه مع النادي فيما يتعلق بموضوع الحكام، وشايف ان هو سايب النادي المصري مستباح من الناحيه التحكيميه، ولذلك طلع الكلام بتاع كابتن حسام وكابتن ابراهيم بعد اللقاء انه هم مستائين، هم متضايقين، هم زعلانين من اللي حصل، وبيفكروا في الاستقاله وعدم الاستمرار في النادي المصري. انما الواقع ان هم متضايقين من انه مفيش ضغط من اداره النادي المصري على الحكام، برضو ده حطوه على جنب. اللي حصل في اللقاء انه بحسب الروايه اللي قالها لنا كابتن ابراهيم وكابتن حسام انه حكم المباراه قال لهم اخرس، اخرس ما تتكلمش، فده ضايقهم واستفزهم ووصلهم للمرحله ديت. الفكره باختصار شديد ما نحبش نشوف ده من الكابتن حسام وكابتن ابراهيم، ما نحبش نشوفهم بالمستوى ده او مستوى الزعل ده ومستوى الضيق ده ومستوى الغضب ده، لانه هو في النهايه احنا وصلنا مع الكابتن حسام والكابتن ابراهيم الموسم ده لافضل المستويات اللي احنا ممكن نشوف فيها التوأم. كابتن حسام حسن السنه دي عامل شغل محترم جدا مع النادي المصري، فبيبقى في نوع من انواع العتاب واللوم مهما وصل من الحكم، مهما وصل من الموجودين، نوع من العتاب واللوم، لانه الكبير هو كابتن حسام والكبير هو كابتن ابراهيم، وهم دول اللي الناس دايما هتعتب عليهم او هتقول لهم انتوا ممكن تبقوا سبب في ازمه، او انتوا هتعملوا ازمه، او احنا بنتكلم على عوده الجماهير مره تانية، او مع موقف زي ده ولو في جمهور في ارض الملعب هتبقى مشكله كبيره. فانا بصراحه يعني بجيب لحضراتكم من الاخر، فده نوع من انواع العتاب واللوم للكابتن حسام والكابتن ابراهيم هيوجه اليهم بكل تاكيد بعد اللقاء ده. اتوقع كمان لجنه المسابقات هيبقى ليها قرارات في الموضوع ده. مهما كان اللي حاصل، مهما كان درجه الضغوط او درجه الشحن اللي موجوده عند الكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن، ما كان يجب على الاطلاق ان هم يعني يخرجوا عن المألوف، او ان هم حتى كمان يبقى في حاله النرفزه اللي هم موجودين فيها دي. دليل ده لان هم كبار، عشان برضو يبقى احنا بنتكلم في الاطار الطبيعي بتاعنا. الكبير دايما الناس تبص له على انه انت ما ينفعش تغلط، ما ينفعش زي الصغير. لو واحد الناس مش واخده بالها منه محدش هيعلق عليه، محدش هيتكلم فيه، محدش هيقول انت بتعمل ايه، اعمل اللي انت عايزه. انما عشان كابتن حسام كمان السنه دي عامل موسم كويس قوي مع النادي المصري، عشان الناس بقت تتكلم عنه بشكل ايجابي جدا جدا فيما يتعلق، ده حقه على فكره، محدش بيمن عليه، انه عامل فرقه مختلفه وما فيهاش فكره الروح بس، لا الروح والاداء. فكل الامور دي تخلينا نتكلم على كابتن حسام حسن ويبقى عندنا نوع من انواع العتاب واللوم على
ظهوره بهذا الشكل. 5-3 دي امتع مباراه النهارده. النادي الاهلي واتحاد الشرطه. خليني اقول لحضرتك بصراحه ما كنتش متخيل الماتش هيبقى ممتع للدرجه دي، ولا كنت اتخيل انه هذا الكم من الاهداف هيدخل في هذا اللقاء. مؤمن زكريا في الدقيقه 18 كان بيسجل الهدف الاولاني. الهدف ده جميل قوي، تقول لنا محمد بقى من فضلك من الاول، الهدف ده جميل قوي. احمد فتحي في الدقيقه 23، هو جمال الهدف مش ان احمد فتحي بس اللي جابه، اللقطه الكوره راحت وجت اكتر من مره وفيها والجون ده برده من الاجوان الحلوه قوي، لو انه الراجل بتاع اتحاد الشرطه هو اللي جابه في نفسه. في ده محمد عبد السلام جابه في نفسه في الدقيقه 45، وده الهدف اللي بعديه، ده هدف احمد فتحي الرابع، وبعديها عمرو جمال وعمرو جمال في الدقيقه 79. دي كل الاهداف. ده مؤمن زكريا، احمد فتحي، محمد عبد السلام. بالمناسبه كان ضيع عبد الله السعيد ركله جزاء، ولكن كان في اهداف كتير جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم سجلها النادي الاهلي، وصلت الى 5 اهداف. ده هدف مؤمن زكريا. طيب نقف عند المباراه النهارده ونتكلم في عده نقاط ايجابيه وعده نقاط ايضا سلبيه. النقطه الايجابيه انه احنا اتفرجنا على ماتش ممتع، ماتش بثمان اهداف في الدوري المصري، ماشي كده. طيب النقطه الايجابيه انه الشوط الاولاني كاد ان ينتهي باربع اهداف دون مقابل، لولا انه نادي اتحاد الشرطه في الدقيقه 49 بيتمكن من تسجيل هدف فيخرج الشوط الاولاني 4-1. في الشوط الثاني الناس تتخيل انه اللقاء هيثبت عند كده، او النادي الاهلي هيزود غلته من التهديف. حاجه غريبه جدا انه اتحاد الشرطه بدا يسجل اهداف عن طريق عبد الله السيف الدقيقه 51، ومره ثانيه في الدقيقه 58، فجاه لقينا اللقاء بقى 4-3. فدي من النقاط ايضا الايجابيه، انه بتشوف النادي الاهلي بيتهاجم. يعني انت بتتفرج على ماتش كوره، النادي الاهلي بيتهاجم، بتلعب ماتش كويس. في المقابل النادي الاهلي بقى عنده عناصر مميزه. وهقف عند اكتر من لقطه النهارده ممكن تبقى مش لقطه فنيه بس لقطه ليها دلاله. النهارده رمضان صبحي حاجه ما فيش بعد كده في الكوره، ما سجلش اي نعم، بس في ميزه اللعيب الكبير. مش بننفخ رمضان، هو ده حقه الحقيقه، انه عامل ماتش حلو جدا النهارده. واكتر من كوره هو بيبصيها لزمايله، واسيست اللي هو اسيست بجون، يعني ما فيهاش تهريج، هو احنا بنعرض لحضراتكم الاهداف. اللقطه اللي انا عايز اتكلم عليها، لان انا معايا تليفون مهم دلوقتي، اللقطه اللي عايز اتكلم عليها هي لقطه الفرح. دي لقطه حلوه، دي النهارده لقطه اليوم، لقطه مارتن يول بعد كل هدف من الاهداف اللي بيسجلها النادي الاهلي. وهقول لحضراتكم هي ليه لقطه اليوم. بصوا اللقطه دي، وقفوا عندها، سهل جدا سهل جدا، الراجل وهو بيقوم يقوم يفرح لوحده، سهل جدا. دي لقطه النهارده. بس فكره انه بياخد بايد الكابتن سعد عبد الحفيظ، ياخد بايد الكابتن عظيمه، ولا كان جنبه كمان الكابتن اسامه عرابي كان اخده في ايده ويفرح معاهم بتسجيل الهدف او بتسجيل الاهداف، دي لقطه اتكررت اكتر من مره، ده مؤشر ايجابي جدا. ده بخلاف ان النادي الاهلي النهارده كمان كان له شكل وكان له هيئه بدأت تبان. ما عدتش انت مش شايف بصمات النادي الاهلي او كاريزما النادي الاهلي، ان كان برضو في بعض العناصر النهارده، يعني حسام غالي النهارده غاب عنه التوفيق شويه في الشوط الثاني، كميه كرات مفقوده كانت كتيره. معايا على التليفون كابتن اسامه عرابي مدرب النادي الاهلي. يا كابتن اسامه اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك، اهلا وسهلا بك يا ابراهيم والساده المشاهدين، الله يبارك فيك، الله يخليك. طيب اهم يعني نقاط التحول النهارده في اللقاء امام الشرطه. ماتش ما هوش سهل على الاطلاق، احنا كنا نتخيل، خليني اقول لحضرتك عن تخيلي انا الشخصي، انه كنت متخيل الماتش هيبقى سهل بالنسبه لكم. الحقيقه الماتش ما كانش سهل، بعد 4 اهداف مقابل لا شيء، المباراه بتعود مره اخرى 4-1، في الشوط الثاني 4-3، ويبدا النزاع ويبدا لقاء مختلف تماما عن ما ابتدى بالشكل والاداء. اهم نقاط التحول النهارده كانت ايه يا كابتن اسامه؟ والله طبعا مبدئيا الشوط الاولاني من افضل الاشواط اللي النادي الاهلي ادها من فتره طويله. كل اللعيبه تقريبا كانت في حاله كويسه، الاداء فيه سرعه، الاهداف مميزه ومتنوعه، الكره بالعرض، الكرات اللي هي بتاعت احمد فتحي الوان تو اكتر او التمرير اكتر من مره وبعدين نجيبها، كره العرضيه لحسين لمؤمن. يعني الاهداف كلها انا يعني اهداف حلوه والاداء سريع، واعتقد الماتش كان سهل بالنسبه لنا جدا الشوط الاولاني، مع احترامي الكامل طبعا لفرقه الشرطه، كان ممكن جدا الشوط الاولاني ينتهي اكتر من 4 اهداف وفي بلانتي
ما وفقناش فيه. يعني نقصد هنقول ان ضربه الجزاء اللي جت لفرقه الشرطه في الاخر 4-1 برضو ما تبقاش هي مش مؤثره بالنسبه لنا قوي. مستر مارتن طبعا اتكلم مع اللعيبه وبين الشوطين انه لازم ناخد الامور بجديه وكده، لكن ممكن يكون احساس داخلي عند بعض اللعيبه انه 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 الماتش يعني شكله خالص انه رايح لنا احنا، سواء في فرقه عدد الاهداف الثلاثه، سواء في خاصه انه ماتش الذهاب كان خلصان 7-3، فتحس انه الفرص اللي جات لنا وضاعت، سواء ضربه الجزاء اللي ضاعت، يعني ممكن يكون الاحساس ده جه عند بعض اللعيبه. فكمان طبعا كابتن هاني رمزي وفريق شرطه لهم عملوا شوط ثاني كويس، و سيسي لما نزل ربنا وفقه في الكورتين اللي جابهم. كان ممكن ادائنا يبقى اقل الشوط الثاني والهدفين دول ما يجوش، او هدف منهم واحد يجي. كانت الامور هتمشي في صالحنا ثاني بسهوله، وكنا نقدر يعني زي ما جبنا الجون الخامس ويمكن السادس كمان لو الفرق ما دقش الجون واحد. لكن لما الفرق دق الجون واحد 4-3 وفي وقت سريع، يمكن في حصل توتر شويه، حصل لان الماتش كان في ايدينا خالص وكان ممكن ينتهي يعني زي الماتش الاولاني واكتر. لكن الحمد لله مع الوقت بخبره لعبتنا وسيطرنا على اللعب تاني وقدرنا نجيب الهدف الخامس. واعتقد انه فوز مستحق للنادي الاهلي. فرقه الشرطه عملت جهد الشوط الثاني، ولكن الماتش من اوله من بدايته خالص الماتش يعني ماشي في صالحنا خالص يعني في كل شيء يعني. طيب كابتن، خليني اسال حضرتك النهارده عن احمد فتحي وهذا الاداء المتميز لاحمد فتحي في المركز اللي موجود فيه في منتصف الملعب، اداء يمكن اثنت عليه جماهير النادي الاهلي في كل حته، حتى كمان على مواقع التواصل الاجتماعي. ايه سبب تحسن اداء احمد فتحي الى هذا المستوى في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، رغم ان المشاهد او المتابع يقول ان احمد فتحي عدم انضمامه لمنتخبنا الوطني قد يقلل بشكل كبير جدا من النواحي النفسيه لديه، وبالتالي ما كانش يظهر بهذا المستوى؟ يعني احمد فتحي من اللعيبه المهمه في فريق النادي الاهلي والسنين اللي فاتت كلها في منتخب مصر، ونتمنى ان شاء الله عودته للمنتخب، لانه لعيب خبرته كبيره، لعيب بيقدر يلعب في اكثر من مركز، لعيب عنده كم يعني او يعني كم يعني تراكم كبير قوي من الخبرات الدوليه والافريقيه، فان شاء الله يعني نتمنى له العوده للنادي للمنتخب تاني. احمد فتحي بيأدي زي ما قلت لك في اكثر من مركز، بقاله 5 ماتشات تقريبا بيلعب في مركز الوسط المدافع، وده مش مركز جديد عليه. اداؤه بيتحسن يوم عن يوم، ما شاء الله بيعرف يجيب جون، قوي جدا، جهده كبير، بيقدر يقطع الكرة بسهولة، بيعرف يعني يساند زمايله، بيعرف يعمل يعني عنده مميزات كتيرة جدا. والنهاردة أدى بشكل كويس قوي زيه زي بقية زمايله بالذات في الشوط الأول يعني. فهو يعني احنا يعني فضلنا ان هو يبقى محافظ على المكان بتاعه في وسط الملعب، لانه زي ما قلت لك هو بقاله 5 ماتشات بيلعب في المكان ده وماشي بشكل كويس فيه. طيب خليني اسال حضرتك كابتن عن احمد الشيخ. احمد الشيخ كان موجود في قائمه النادي الاهلي في مباراه الكاس الاخيره، سجل هدفين، الناس يعني ابدت ثقتها فيه بشكل كبير جدا، مارتن يول كمان كان سعيد بيه حضراتكم في الجهاز الفني. النهارده الكل فوجئ باستبعاد احمد الشيخ من قائمه النادي الاهلي، هل من اسباب غير فنيه يا كابتن؟ لا لا، احمد الشيخ من اللعيبه الكويسين وادى بشكل كويس الماتش اللي فات، وزي ما انت قلت جاب جونين. ولكن انت عارف احنا 27 لاعب، 4 حراس و23 لاعب، كلهم يعني بيكملوا بعض، والمستويات كتير في مراكز بتبقى متقاربه، فلازم هيحصل اختيار لبعض الناس، وبعض الناس هتبقى بره، وبعض الناس هتبقى فرصتها بتيجي في الماتشات اللي جايه. فاحمد شيخ كان معانا في المعسكر، يعني مستر مارتن كان حريص انه هو يجي معانا، كنا 20 لا يعني 20، كان في لاعب زياده اللي هو احمد الشيخ، وكان في كلام انه ممكن هو اللي يبقى موجود، ممكن حد غيره يطلع، فهو كان قريب جدا من الموضوع انه يبقى موجود. فهو لعيب مهم ولعيب مؤثر ولعيب عنده مهارات كبيرة، ولكن زي ما قلت لك انه هو بيتنافس مع لعيبة كتير في مركزه، فطبيعة الحال في ناس هتلعب وناس هتقعد وناس
هيجي لها الفرصة في الفترة الجاية. لكن مستر مارتن بيتكلم عليه كويس والجهاز كله، وهو من اللعيبة المهمة عندنا يعني. طيب خلينا نسأل حضرتك كابتن عن إيفونا وموقفكم إيه في النادي الأهلي من إيفونا بسبب تأخيره؟ إيفونا كان بيجدد الباسبور بتاعه، هو طبعا كان مفروض يبقى موجود يوم الجمعة بالليل، اتأخر. فكابتن سيد عبد الحفيظ ان شاء الله بكره، هو راح التمرين النهارده الصبح مع اللعيبه اللي كانت المجموعه اللي كانت بره الفرقه يعني اللي بره ال 18 يعني، حضر النهارده في التدريب الصباحي يعني، هو ما اتمرنش لكن كان موجود. فان شاء الله بكره عندنا تمرين الساعه 11، الكابتن سيد عبد الحفيظ هيقعد معاه ويستفسر منه على سبب تاخيره، وان شاء الله الامور تبقى يعني ما فيهاش مشكله يعني، ان شاء الله ربنا يسهل يعني. طيب احنا سمعنا انه في غرامه تم توقيعها على اللاعب من قبل الاستماع الى اقواله، صحه الامر ام عدم؟ اتفضل يا كابتن. ما هو في لائحه بتبقى مطبقه، مدير الكره بيبقى عنده اللائحه بيطبقها على كل اللعيبه بدون استثناء وبدون يعني مجامله او محاباه، في لائحه بتطبق. لكن هو هيقعد مع ايفونا وهيعرف منه السبب، والعقوبه هتبقى حسب الاقتناع مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني يعني بسبب التاخير ايه يعني. بس المفروض الغرامه الماديه وفقا للائحه في النادي الاهلي بتبقى كام تقريبا يا كابتن؟ او والله انا يعني ما اقدرش اقول لك كم بالظبط، لكن هيبقى في غرامه حسب الموقف زي ما قلت لك، هل هو سبب التاخير منطقي او غير منطقي، حسب ما ان شاء الله كابتن سيد يقعد مع ايفونا ويشوف يعني. كابتن اسامه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل تمنياتنا ليكم بالتوفيق، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل الردود لانه كان عندنا اسئله كثيره جدا وحضرتك ما بخلتش علينا ابدا بالردود. كابتن اسامه عرابي المدرب العام للنادي الاهلي، وكان تعقيب مهم جدا على فوز النادي الاهلي النهارده على اتحاد الشرطه بخمس اهداف مقابل ثلاث اهداف. بنشد على ايد الكابتن هاني رمزي جدا المدير الفني لاتحاد الشرطه انه ادار النهارده المباراه بشكل كويس جدا، الفرقه ما سلمتش نمر بدري رغم النتيجه تخلى اي فرقه تسلم، لعب النادي الاهلي 4-0 خلي اي حد خلاص يفقد الامل، في خلفيه عند اللعيبه وخايفين مرعوبين مغلوبين قبل كده من النادي الاهلي 7، وبالتالي كان وارد جدا انه الاهداف تزيد اكتر من كده، لكن 5-3 في النهايه فرقه الشرطه كانت واقفه على رجليها رغم الاهداف دي. طيب نستعرض مع حضراتكم، نعود للدوري مره ثانيه واستعرض مع حضراتكم بعد الارقام طبعا جدول ترتيب الدوري. احنا بنتكلم دلوقتي على انه النادي الاهلي في صداره جدول الترتيب بعد 22 مباراه لعبها ب 50 نقطه، عندنا نادي الزمالك في المركز الثاني ب 41 نقطه، النادي المصري في المركز الثالث ب 39 نقطه، سموحه في المركز الرابع ب 38 نقطه، مصر المقاصه في المركز الخامس ب 36، الانتاج الحربي في المركز السادس ب 35، والاسماعيلي في المركز السابع ب 34 نقطة، الداخلية في المركز الثامن ب 33 نقطة، بتروجيت في المركز التاسع ب 33 نقطة، ووادي دجلة في المركز العاشر ب 32 نقطة. طلائع الجيش في المركز ال 11 29 نقطة، امبي في المركز ال 12 28، اسوان في المركز ال 13 28، الاتحاد السكندري في المركز ال 14 25، المقاولين في المركز ال 15 23. وبنتكلم دايما على الثلاثي اللي في موقف صعب، الشرطة يمكن يعني احسن حال شوية، وان كان الفارق ما بينه وما بين المقاولين العرب بيصل الى 7 نقاط، الا انه يعني من الممكن انه يبقى موجود في المنافسه. حرس الحدود خرج براها خلاص قلنا، وغزل المحله هو الاخر خرج منها بكل تاكيد. مواجهات الغد باذن الله في الدوري المصري، عندنا بكره ماتش مهم جدا، عندنا الزمالك والاسماعيلي الساعه 8، وعندنا الاتحاد السكندري وحرس الحدود الساعه 5. ماتش الاولاني ماتش مهم جدا بالنسبه للاتحاد السكندري، بالنسبه لحرس الحدود ما اعرفش بقى هما بيجهزوا نفسهم للسيزون اللي جاي ولا ايه، لانه ما اعتقدش انه هيبقى ليهم اي اهميه الماتشات ديت في جدول الترتيب بالنسبه لحرس الحدود. انما لما بنيجي نتكلم عن الزمالك والاسماعيلي فده ماتش حلو قوي نستناه احنا دايما في الدوري، نستناه كل دور من الادوار عشان نتفرج على كوره حلوه. عن مباراه الزمالك والاسماعيلي، عن الارقام وعن الاحصائيات وعن النجوم وعن الاهداف، نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. We'll be right back.
تنطلق في الثامنة مساء الاثنين على ملعب بيتروسبورت قمة الزمالك والإسماعيلي، أو كما يطلق عليها قمة أولاد العم، وذلك ضمن مباريات الأسبوع 23 من مسابقة الدوري. هو اللقاء رقم 125 في تاريخ مواجهات الفريقين. التقى الفريقان طوال تاريخهما 124 مرة بواقع 105 لقاءات في الدوري و16 لقاء في الكأس، مرتين في كأس الاتحاد المصري لكرة القدم، مرة في دوري 6 أكتوبر والذي أقيم بدلا من الدوري عام 1973. فاز الزمالك في 63 لقاء، فاز الإسماعيلي 31 مرة، تعادل 30 مرة. أحرز الزمالك 171 هدف، فيما أحرز الإسماعيلي 123 هدف، آخرهم هدف إسلام جمال في مباراة الدوري الأول، بالإضافة إلى 124 لقاء جمع بين الفريقين. هناك لقاء لم يكتمل أقيم في الأول من فبراير عام 2012 وألغي بعد انسحاب الفريقين بين شوطين بناء على أحداث مجزرة بورسعيد. كان الشوط الأول فيها انتهى بنتيجة هدفين لمثلهما، سجل للزمالك أحمد سمير وشيكابالا، وسجل للإسماعيلي حسني عبد ربه وأحمد علي. أول مباراة في تاريخ الفريقين كان بتاريخ 12 من فبراير عام 1933، وكانت في ربع نهائي كأس مصر، وفاز الزمالك بهدفين من دون رد وكان لمحمد لطيف. أول مباراة في تاريخ الفريقين بالدوري كان بتاريخ 7 من نوفمبر عام 1948 في الأسبوع الثالث موسم 48-49، وانتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين من دون رد لعلي عمر ولطفي مسلم. آخر مباراة جمع بين الفريقين كان بتاريخ 3 من فبراير عام 2016 في مسابقة الدوري، انتهى بفوز الدراويش في أول مباراة للمدرب خالد الأماش وتحت قيادة فنية للمدير الفني للزمالك أحمد حسام ميدو. الهداف التاريخي لمباريات الزمالك والإسماعيلي عبد الحليم علي برصيد 8 أهداف. أكثر لاعب مشاركة في تاريخ مباريات الفريقين عبد الواحد السيد برصيد 19 مشاركة. دي كانت قراءة في مباراة الإسماعيلي والزمالك، ماذا عن التشكيل المتوقع لكلا الفريقين؟ تعالوا مع حضراتكم نستعرض تشكيلة نادي الزمالك اللي من المتوقع ان هي تخوض لقاء الغد، واحد من اللقاءات المهمة جدا. هيظهر لحضراتكم على الشاشة احمد الشناوي في حراسة المرمى، كوفي ديودار ناحية اليمين، عمر جابر ناحية الشمال، حمادة طلبة، في عندنا كمان طارق حامد ومعروف يوسف. قدامهم الثلاثي محمد ابراهيم، ده طبعا على اعتبار انه محمد الماتش اللي فات في الكاس كان ظاهر بشكل كويس، ايمن حفني وحمودي، قدامهم مايوكا مهاجم الفريق. دي تشكيله نادي الزمالك. نروح لتشكيله النادي الاسماعيلي المتوقعه ايضا لنفس اللقاء. محمد صبحي في حراسه المرمى، سعد حسني، شوقي السعيد، اسلام جمال، احمد سمير فرج، محمد فتحي، حسني عبد ربه، احمد سمير، بناهيني، طارق جبرن، ومروان محسن. دي تشكيله النادي الاسماعيلي ايضا المتوقعه للقاء الغد اللي هيتلعب الساعه 8 باذن الله. كنا ابتدينا مع حضراتكم الحلقه واحنا بنتكلم على مباراه المصري وسموحه، او سموحه والمصري، واللي انتهت لصالح سموحه بهدف دون مقابل. واللقاء قلنا لحضراتكم شاهد حاجتين، الحاجه الاولانيه هو اللقاء الاسرع او الهدف الاسرع في الدوري الممتاز اللي سجله حسام باولو، واللي حصل بعد ركله الجزاء غير المحتسبه للنادي المصري وغضب الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن. قلنا لحضراتكم ده في البدايه. طيب احنا معانا على التليفون دلوقتي كابتننا الكابتن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري. يا كابتن حسام اهلا وسهلا بحضرتك ومساءك زي الفل. بيك يا ابراهيم، اخبار حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله تمام الحمد لله. النهارده كنت غضبان جدا، ايه اللي حصل بقى؟ لا الحمد لله طبعا على اداء الفريق، طبعا وارد جدا الخساره والمكسب، ويمكن انا اتكلمت كتير مع طلعت في اكتر من مكان، لكن انا المشكله مش في المكسب والخساره، المشكله ان في الاخطاء المتكرره. واحد، اتنين، الطريقه الغير لائقه اللي بيتعامل بيها دلوقتي من المنظومه التحكيم. النهارده
طريقه الحكم كلمك في الملعب بطريقه واتكررت اكتر من مره. وعلى فكره انا طلعت مش عارف معاك واكتر من مكان وقلت ان في حصل قبل كده سوء تعامل من خلال حكم سواء الحكم الرابع او التحكيم في الفتره اللي فاتت. الاخطاء المتكرره النادي المصري لو انت عدت دلوقتي زي ما انا قلت في كل القنوات ان نهايه الاخطاء يعني التحكيم فيه وارد الاخطاء زي ما بيقولوا ماشي اهلا وسهلا، لكن الماتشات كلها متكرره كل ماتش ليك ضرب جزاء واكتر، فالموضوع مش طبيعي، الموضوع واضح مش طبيعي. وانا قلت اكتر من مكان وقلت اكتر من مره ان احنا نادي المصري فريق ناشئ بيتطور باقل امكانيات، وانا مش طامح في اي بطوله او ملك، انا طالع ان النادي المصري ان هو يبقى في مكانه ما يتعرضش ليها زي اللي حصل السنين اللي فاتت. فبالتالي انا شايف ان في ناس مستكتره عليه المكانه اللي موجوده فيها وفي نفس الوقت الاخطاء كبيره، لكن اللي زاده يعني اكتر من مره ونويت عنه قبل كده ان طريقه الحوار النهارده لما حكم يقول لك اخلص ما تتكلمش، اخلص ايه؟ انت لو عايز صغير في الشارع، زائد ان الحكم الحكام مش النهارده مش الحكم الرابع او غيره في الماتشات اللي فاتت طول الوقت وقف لك تحت اقول لك ايه تحت بقك لسانك مش عارف اعمل ايه. النهارده الحكم طرد مش عارف طرد مره قال لك ده منك لله، طب ما منك لله ايه؟ انت سمعتها وانت في الملعب، طب منك لله ومنك لله ايه ولا حسبي الله ونعم الوكيل دي ايه؟ يا اخي ده حتى ده اقل الالفاظ تهذيبا، لما تذكر ربنا دي حاجه كبيره، لما تقول منك لله. طب يعني النهارده انا ضربت جزاء النهارده الطرد انا شايفه مش فاهم الطرد يعني طلعت ليه مش فاهم. مره قبل كده في ماتش الاتحاد لبسوك ان انت اتنين لعيبه جري ورا بعض من مصري ومن الاتحاد ومن مصري وفي النهايه انا خدت ماتش، طب مش فاهم النهارده عايز يقول ايه؟ ايه اللي هيتقال؟ طبعا النهارده لما يتكلم بعد المباراه فعايز ان هو يبقى يوري التقرير اللي هو عايز يكتب فيه ولا يتكلم فيه، هيتكلم فيه هيقول مش لاقي حاجه يقولها، لو هو عنده ضمير هيقول هو فيه يقول ايه اللي حصل، ضمير لو عنده ضمير يقول ايه اللي حصل. لكن انا يعني انا شايف ان المنظومه، عشان كده انا حاولت ان انا بعد انا والجهاز بتاعي وده الكلام اللي كنا بنتكلم فيه في اكثر من قناه دلوقتي، ان احنا النادي المصري وبورسعيد عايش على فريقها ان يتمتعوا باداء فريقهم وان يبقى في مكانه كويسه ويقدوا بصوره كويسه ومحترمه بكوره متطوره، هو ده اللي انا كنت ده طموحي. والنادي المصري جميل بورسعيد فرح سعيده بفريقها، لكن وانه الفريق المصري في المركز الثالث، ف وقلت لك اكتر وقلت في اكتر مكان ان النادي المصري كل اللي بتمناه ان يبقى في الست سبع فرق الاولانيين. يعني بس كابتن يعني استقاله حضرتك رفضت من مجلس اداره النادي المصري. الراجل محترم استاذ سمير حربيه ومجلس اداره، انا الموضوع عايز وقفه كابتن ابراهيم. انا ما اعرفش، انا قلت حاجه كابتن حسام وحضرتك مش معايا على الهوا كده، قلت انه كابتن حسام برضو عنده برضو حاله كده من حالات الضيق شويه، لانه الاداره ما بتضغطش معاه في موضوع الحكام، لانه يشعر انه ملوش ظهير شويه من قبل مجلس الاداره، ناس مش ضاغطه معاه في موضوع الحكام، قد يكون ده برضو من ضمن الامور اللي مسببه لك ضيق، على اعتبار انه في بعض يعني في بعض الانديه الثانيه رؤساء الانديه بتاعتها مركزه جدا مع الحكام، بتعرف تجيب للناس حقها، فبالتالي بتبقى واقفه ورا المدربين، فيستشعر الكابتن حسام حسن انه كان محتاج ضغط اكبر من كده من مجلس الاداره. يعني ده بحسب المعلومات اللي موجوده عندي، وما اعرفش حضرتك هتصدق عليها ولا لا. انا معايا رئيس نادي يعني غير عادي، من قمه من الاخلاق وقمه من الحكمه، الراجل بيحاول ان هو يساعد المنظومه كلها ان الامور تمر بسلام. الراجل جاي فتره مؤقته وفي ظروف صعبه احنا وهو، اخترنا الصعب، وهو الوحيد اللي بيحاول يوجد موارد ماديه هو والمحافظ فقط. وزي ما قلت الميزانيه بتاعت الفريق حوالي 9 مليون جنيه، لما دي اقل من الميزانيه اللي ما يعني اللي كانت مكفوله لنادي الداخليه من سنتين. لا دي معلومه، يعني حاجه بتقول لي 9 مليون، انا عارف انه الفلوس اللي اتصرفت على الداخليه من سنتين كانت 11 مليون او 11 ونص، وممكن يكون كمان سعر لعيب في عقده في نادي من الانديه. لكن فالراجل كل هدفه
ان يوجد استثمار للنادي المصري من خلال ان الفريق يبقى يدي بصوره كويسه عشان يقدر يطالب المسؤولين ان النادي المصري ما يفضلش اي زي الانديه الشعبيه تفضل تشحت لان ما عندوش موارد. فهو عايز يبقى النادي المصري، النادي المصري بتاريخه ملوش نادي اجتماعي في اعضاء. يعني تخيل انت دي يا ابراهيم صعب قوي. عايز يوجد ملعب باسم نادي المصري، عايز يوجد ملاعب تدريب. احنا ما عندناش ملعب تدريب، اللعيبه انا عندي لعيب اتعور جاله الباص الصليبي بسبب الملعب التدريب. ما عندناش غيره. الناشئين بيلعبوا عليها يا ابراهيم. وانت يعني انه في ناس صورت، احنا قاعدين عارف الكرفان اللعيبه بتغير هدومها فيه. ايوه كابتن. حول الملعب يعني بيقل امكانيات. فبالتالي كل الكلام ده هو راجل مركز مع مسانده الفريق القويه ان هو يسعى مع المحافظ وزير الرياضه ووزير ان في قطعه ارض ممكن تتعمل حاجه النادي يصرف منها. فبالتالي هو مش مقصر، لكن موضوع التحكيم ده محتاج هو متخيل ان المنظومه هتمشي هتتحسن، لكن هو شاف ومش قادر. لما بيحضر الماتشات بيتعب من الاخطاء الكتيره اللي بتحصل. النهارده يمكن يعني الناس فاكره ان هو ماتش وخلاص في خطا او ماتشين، لا. تعالى في ست، مش هقول لك الدوري كله، تعالى في ست ماتشات الاخرى من قبل ماتش الاهلي، ومقصه وشطه وحرس وده يعني وده مصر التعدين يا راجل، في مصر التعدين في ماتش الكاس. طيب خليني اقول لحضرتك كل ماتش. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا ابراهيم. طب خليني اقول لحضرتك حاجه برضو عشان ابقى امين. كابتن حسام حسن قيمه كبيره لا خلاف ولا جدال، كابتن ابراهيم حسن نفس القصه، علشان بس ابقى يعني بقول لحضرتك كل اللي موجود وكل اللي الناس بتتكلم فيه. هناك عتاب ولوم على كابتن حسام حسن لانه حضرتك يعني ما شاء الله، اذا كنا بنتكلم على المستوى الفني فرقه النادي المصري دلوقتي واحده من افضل فرق الدوري الممتاز، والكثير تحدثوا عن احقياتها اذا كانت مستمره بنفس الاداء ونفس المستوى انها تاخد بطوله الدوري. انما الناس تلوم وتعتب على كابتن حسام حسن اليوم على هذا الغضب، وترى انه كان من الممكن انه هو يبقى في نوع من انواع امتصاص الغضب ده اكتر من ده. اكتر ما هو من الغضب؟ ما هو الغضب؟ ايه اللي حصل الغضب؟ شفت مني ايه؟ يعني انه حضرتك شط المايك مثلا، انه حضرتك اتنرفزت شويه، يعني الحاجات اللي هي لا لا قول لي لا 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 فهمني فهمني. شط المايك ده قمه، ده قمه. اقول لك ايه؟ ان انت تربط غضبك وتمسك اعصابك ان انت راجل بنالتي في اخر ماتش، انت عارف ان السموحه السنه الدور الاولاني كنا كسبانين 1 في اخر 5 دقائق حسب علينا بنالتي. نفس الكوره دي حصلت النهارده، حصل تهور من حارس المرمى احمد ياسر ما اتحسبتش في الشوط الاولاني. النهارده واتعاملت مع رمزي صالح في الدور الاولاني في اخر 5 دقائق وحسب له بنالتي، مفيش مشكله خالص وطلعوا متعادلين. النهارده لينا بنالتي اللي هي نفس التهور، ولينا بنالتي ده اللي ما لمست يد وقال لك ما شافهاش. يا زائد انت، احنا دخلنا في سكه ثانيه. النهارده انت عايز ممكن تعمل لي او المخرج الكابتن المحترم اللي عندك او في اي حته ممكن تجيب ردود افعال المدربين كلها. ممكن تجيب ردود افعالهم. انت جاي تتكلم على الكابتن رد فعل ايه؟ رد ايه؟ ده انا شوت المايك ده، انا يعني انا رغم الاحترام ان انا لو انت عايز تشوت اي حاجه في الدنيا قدامك ومع ذلك انت ايه المشكله؟ هي المايك هي دي القضيه؟ ده رد فعلك في بنالتي في بتعب يا ابراهيم؟ هو ده ردي اللي هو ده يعني؟ بص يا كابتن علشان حضرتك، اصل حضرتك اكيد سمعت ابراهيم انت لو بتتفرج قدام التلفزيون على فريق انت مش بتشجعه. انا فاهم يا كابتن. هتخبط ايدك على 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 الترابيزه اللي قدامك واحيانا بتكسر التلفزيون. يا طيب الراجل انت بتتكلم على ايه؟ هو ده. طب والمدربين اللي بينزلوا الملعب وما تعملش، ما فيش حاجه تعمل معاه تحصل معاهم. المدربين اللي بيتنرفزوا على الحكام والحكم يرد ده يديله ظهره. انت بتتكلم يعني بس حاجات. انا بس يا كابتن مهم جدا النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها انه غضبك لم يكن موجها على الاطلاق لحكم المباراه، انه كان في اطار تاني غير الاطار اللي كان موجود، وغضب مبرر على اعتبار انه قد يكون المباراه كده. اتفضل يا كابتن. اتفضل. ضرب الجزاء هو الوحيد اللي ما شافهاش، هو الوحيد اللي ما شافهاش. قال لك انا كان قدامي لعيبه، انا عرفت انه قال لك قدامي لعيبه كان ما شفتهاش. هو قال كده؟ انا شفتها. قال كده. قال كده في الاعداد لحد برنامج من برامج. ما طلعش. قال لك ما شفتهاش. انا اشوفها، انا الدكه بتاعت على فكره الناحيه الثانيه مش اللي قصاد ال 18 اللي فيه كره لمست يد. طب انا شايفها والناس كلها شايفاها الا هو. وبعدين خلاص يعني خلاص احنا هنفضل
هنفضل في يعني خلاص الحكام عايزين ثقافة يعني. انا من وانا صغير سمير عثمان موجود او غيره ما خلاص يعني عايزين نجيب ناس موهوبة او ناس تشتغل كويس يعني كابتن. ايه الموضوع كابتن؟ جلسة يعني بكرة على فكرة هي المشكلة في المشكلة ان انا اتواجد في المدرج ايه القضية عشان ايه؟ منك لله؟ عشان اقول له منك لله ولا ايه؟ ولا يعني ايه الموضوع؟ يعني فهموني ايه الموضوع؟ يعني كان سبب الراجل ده عنده الولد اللي بيلعب في الملعب في السموحة اسمه التمساح ده اعتراض رد فعل كلام ولا هو في شايفه النهارده مستقصد رؤوف او غيره انذار في مش عارف ايه الولد مسك كوره حسب عليه فاول يعني في حاجات مش عايز اتكلم في تفاصيل لكن احنا بنتكلم انت يرضيك السلوك ان انت المدرب الحكم يقول لك اخرس ما تتكلمش ما هو ما بتحصلش في اي ملعب من الملاعب يعني. طب انت جايبها رد فعل ومع ذلك استحملت تقول لي استحملت ازاي مش هقول لك ان انت بقى انت ولا اسمك ولا تاريخك يناسب الكلام ده طب ما تتكلم في الموضوع ده يا ابراهيم هل ده ينفع نتكلم في كل حاجه هل ده ينفع انا لازم يعني ينفع دي علاقه الحكم بمدرب او بمنظومه في الملعب او بلعيب ان يتقال له كده سيبك بقى من التاريخ ولا الجغرافيا ينفع الكلام ده يا ابراهيم عيب فانا بقول لك لا اذا كانت الكوره اذا كان التدريب هيقلل من الكرامه بناقص لكن كل واحد لازم يعرف حدوده لازم واحد كل واحد يعرف حدوده احنا اتعاملنا واشتغلنا في اي مكان انا مش عايزك تتنرفز يا كابتن حسام يعني انا مش عايزك تتنرفز يعني كفايه عليك النرفزه اللي انت اتنرفزتها النهارده في ارض الملعب احنا بنتكلم على انه يعني فرقه النادي المصري اهم حاجه بتادي اداء بشكل كويس وانتوا عاملين حاجه كل الناس تحسبها لكم وكل الناس بتتكلم عنها في المركز الثالث دلوقتي النادي المصري وزي ما كنت بقول لحضرتك اكررها تاني مش عشان حضرتك موجود معانا احنا بنتكلم على فرقه مختلفه تماما باقل الامكانيات فانا مش عايز ابقى يعني ايه اخد الموضوع كله في السكه دي خليني اسال حضرتك عن الجلسه بتاعت الغد ان شاء الله باذن الله ومتوقع ايه اللي يحصل فيها مع رئيس النادي المصري والله انا اوصل وجهه نظري وهو راجل محترم على اعلى مستوى من الذكاء والحكمه ويمثل محافظه محترمه وجمهور محترم مش هيرضى بالاهانه لجهازه ولا لعيبته ولا جماهيره فلازم رد الفعل عايز اعرف يعني احنا حقنا فين يعني اتفاد هو رد كان عايز الماركت تيكن يعني ما رضاش اكتر من مره لا هو موجود في المدرج فوق لا شايف بعينيه ومجلس الاداره ضربات جزاء وطريقه تحكيم في تعنت معاك النهارده وتزيد كل شويه ان طريقه الحوار مع الحكم لما يجي كل شويه يجي ينذرك ويضغطك والنهارده اخرس يعني كلام غير مناسب على المستوى الشخصي بص انا دلوقتي انا ممكن ابعد عن التدريب خالص لكن انا عايز اقول اجيب حكم وواحد لا الاحترام لازم يكون متواجد لا عيب اذا كنا اقول لك ايه احنا هي المشكله ان احنا السلوك اتغير يعني مش عايز اخش في مواضيع بعد ايه السلوك اتغير العالي بقى واطي والواطي عالي هي الموضوع بقى كده طب انا هعرض لحضرتك دلوقتي الجميع. انا هعرض لحضرتك يعني دلوقتي الجميع وانا اقول لك يا ابراهيم قبل ما تعرض يعني هي دي ده السلوك العام في مصر ده السلوك العام في مصر طب يعني هنحترم بعض ازاي؟ هنحترم كل واحد تاريخه ازاي؟ هنحترم كل واحد مقامه ليه؟ طب ازاي خلاص يبقى مفيش مشكله هعرض لحضرتك ضربه الجزاء اللي انت كنت بتتكلم عنها يا كابتن حسام في الـ في, الـ في الدور الاول ضربه جزاء سموحه واخد تعقيب حضرتك عليها ان حضرتك ذكرتها وانت حضرتك بتتكلم دلوقتي على انه في الدور الاول كان في ضربه جزاء اتحسبت لسموحه وفي واحد في مقابل النهارده الشوط الاولاني احمد ياسر وحارس سموحه دي كانت في الشوط الاولاني بس دي انتوا ما اعترضتوش عليها واللعيبه ما اعترضتش عليها في ارض الملعب معلش ما شفت بقى يبقى احنا كده وحشين يبقى احنا كده يعني كان لازم اعترض عشان يبقى انفعالنا يبقى عندنا انفعال صح طب طب اللي في الثانيه اللي في الهاند بول ده الاثنين ده اتلمس شوف الراجل الهاند بول فين جوه ال 18 وفي وقت احنا مش كسبانين احنا هنتعادل ادي الكوره انا بعرض لحضرتك لو حضرتك قدامك التلفزيون بعرض لك اهو دي كوره احمد ياسر اللي في الشوط الاولاني اللي فيها حارس سموحه دخل مع احمد ياسر فيها ولا ما فيهاش كوره هوائيه فيها
فيها نفس التعور بتاع رمزي صالح في الدور الاولاني ولا لا؟ فيها فيها بصراحه. مات كان ممكن يموت ولا لازم يموت؟ وهو مات يعني ما كان ممكن يموت. طب اشمعنى فيها تعور دي ما فيهاش تعور ودي فيها تعور؟ اكل الاثنين بالظبط كده. انا على فكره التلفزيون مش قدامي. طيب. بس انا واصل للبيت. عرضتها يعني والله لسه عارض بتاعت احمد ياسر دلوقتي والله يا كابتن وعارض لك. طب هات هات الهاند بول بقى اللي في اخر الماتش. عرضناها برضو عرضناها. فيها ولا ما فيهاش يا ابراهيم؟ هي فيها طبعا. هي فيها طبعا. طيب ماتش ماتش الحرس. ماتش الشرطه. انا بس يا جماعه انتوا قلتوا لي معانا ضربه الجزاء بتاعت الدور الاولاني صح؟ مش قلتوا لي كده ولا انا هاتوا هاند. ماتش الشرطه. ماتش 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 النادي الاهلي واحنا كده متعادلين 2-2 في اخر 3 4 دقايق. اللي هي احمد جمعه الكره ردت من القائم من تحت. بس يا كابتن هو بقى حضرتك يعني المشكله ان حضرتك ما قدامكش التلفزيون دلوقتي بس احنا بنعرض لك بالظبط المقارنه ما بين الاثنين ما بين كره احمد ياسر وما بين الكره بتاعه برضو حسام باولو في الدور الاولاني وتعامل رامي صالح وتعامل شوف سرعه احتساب القرار من الاخ بتاع الدور الاولاني. شوف سرعته شوف سرعه القرار. بصراحه عندك حق. ما ترددش. بص بصراحه عندك حق يعني عشان ابقى امين. يعني. انا يا جماعه مع عن طريقك يا ابو ابراهيم بعد اذنك. اتفضل. يا جماعه انا نادي المصري كل اللي اتمناه ان هو يبقى في الدوري بشكل كويس. شكرا يا محمد. شكرا محمد ابراهيم. شكرا لفريق الاعداد الحقيقه. برافو عليكم. اتفضل يا كابتن. اذا كنت حد فاكر ان احنا طمعانين في ما ان احنا في بطوله ولا انت انا بقول لهم احنا لسه ما وصلناش للبطوله فما تخافوش. ما تخافوش مني ولا من النادي المصري يا جماعه. احنا عايزين نقدم روح كوره راقيه ونقول ان في حاجه صنعت في مصر محترمه. سواء لاعبين صغيرين او مدير فني وجهاز فني مصري بيجتهد. اذا كنتم واتمنى من خلالك يا ابراهيم اذا لو ما اشتغلتش لو ما بطلتش لو ما اشتغلتش في التدريب اتمنى ان اخرج بره مصر. للدرجه دي؟ لان انا يعني صدقوني اخرج بره مصر لان انا ما عنديش طموح غير ان انا عايز اشتغل في مناخ كويس ما فيهوش التعنت وما فيهوش كل واحد مستني التاني ان هو انت ازاي انت بتجتهد لا لا نقطع رقبتك. هي هو ده هي دي مصر المصر بتاعتنا. مش هي دي رئيس الجمهوريه بتاعنا راجل محترم عايز الناس كلها تجتهد وتشتغل كل حاجه تبقى مصريه صنعت في مصر باجتهاد وشغل في كل المجالات. انا في المجال بتاعي بجتهد عايز اقول يا جماعه لا عندنا فكر في فكر تدريب وفي وممكن نصنع من اقل اشياء هو ده طموحي. مباراة ان انا مثلا لو ليك تاريخ او مالكش تاريخ في الكوره مباراه يعني الاعلانات مباراه يا كابتن حسام وعدت والنادي المصري احنا عارفين كويس قوي انه هيمشي باحسن من المستوى اللي كان ماشي بيه وان شاء الله باذن الله مترقبين جلسه الغد يبقى حضرتك موجود ومكمل في النادي المصري كل اللي انت عايزه وكل اللي انت طالبه يبقى متوفر من مجلس الاداره وانا فاهم كويس قوي انه كل حاجه بتطلبه هو حمايه من التحكيم او انك تاخد حقك بلاش كلمه حمايه انت عايز تاخد حقك. انا عايز اقول لك بس حاجه. اتفضل. انا الموضوع مش موضوع مكسب وخساره صدقني يا ابراهيم. كل الفرق مش احنا بس هتكسب وهتخسر وتتعادل الموضوع انا بالعكس انا طالع النهارده سعيد باداء فرقتي صدقني على قد ما انا زعلان من النتيجه لكن الموضوع مش كده خالص والله يا جماعه انا مش بقول ان انا وانا بلعب انا بتكلم ان الخساره والمكسب ده شيء طبيعي وانا اتعودت عليه وانا بلعب وده ودي الحياه كلها كده لكن في نفس الوقت اديني حقي ما تكررش الاخطاء بلاش التعنت في المعامله بلاش الاصرار على الاصرار ان انا ابقى في تحفظ ضد الجهاز او المدرب ده والفريق ده وانا اديتك الناس فاكره ان انت ما كل الفرق بتتظلم لا صدقوني ارجعوا للحالات ارجعوا للحالات لكن ابراهيم نادي المصري كبير بيا ومن غيري وان شاء الله كل الاحترام والتقدير للمكان اللي انا بشتغل فيه الراجل رئيس النادي المحترم استاذ سمير حلبيه واحنا عايزين نقعد بس لصالح النادي المصري خاصه والصالح العام للكره المصريه. صحيح صحيح. لازم انا عارف اتحاد الكره دلوقتي في موال انتخابات ومحدش عارف هو فين وليه لكن رؤساء رئيس اللجنه بتاع التحكيم يعني في وادي المفروض ان هو يشوف حلول ووجهت له الرساله دي قبل كده ولكن احنا عايزين كل الناس نعرف لا خلاص ان الاوان النادي صحيح. الاهلي زي ما قلتها في اكتر من مره النهارده النادي الاهلي الكبير العظيم ونادي الزمالك العظيم بقوتهم وتاريخهم بياخدوا حقهم الاستاذ مرتضى منصور بياخد حقه ما بيسيبش حقه يروح
النهارده النادي المصري لازم ونادي وكل الانديه والاتحاد والداخليه والشرطه والمش عارف مين لازم ياخدوا كل واحد حقه بما يرضي الله، والاخطاء وارده ولازم تبقى موجوده بس ايه مش متكرره وبتعنت، وطريقه الحوار والعلاقه المحترمه اللي بين العناصر اللعبه في الملعب لازم زي ما انت الحكم عليه ضغط يا كابتن ابراهيم، المدرب عليه ضغط واللعيب عليه ضغط والجمهور عليه ضغوط، فبالتالي لازم نحترم بعض. صحيح. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله دي تكون اخر مره ونسمع اخبار بكره كويسه ان شاء الله باذن الله. كابتن حسام انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مزيد ان شاء الله باذن الله من التوفيق في الفتره الجايه لحضرتك وللنادي المصري، ومش هتعتزل على فكره خالص، وهتبقى موجود في مصر وهتكمل باذن الله في التدريب، لان احنا محتاجين الشخصيات اللي زيك، محتاجين الاسماء اللي زيك، محتاجين التاريخ اللي زيك والكوادر كمان المهمه جدا اللي بتتعمل للبلد دي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتننا كابتن حسام حسن مدير الفني للنادي المصري. كنا لازم الحقيقه نساله في كل التفاصيل الإيجابية منها والسلبية علشان نوصل للمعلومة عشان نحطها أمام حضراتكم. بعد الفاصل هيشرفنا وينورنا السوبر إبراهيم صلاح، تعالوا نشوف مع حضراتكم إزاي نتواصل من خلال الحلقة بتاعتنا، إزاي تشاركوا معنا من خلال صفحتنا على فيسبوك، من خلال صفحتنا على تويتر، هي بنفس الاسم بنفس التفاصيل. هنوجه سؤالنا للكابتن إبراهيم صلاح، الهاشتاج بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه دايما هتلاقوه فوق في الشاشة على ايديكم الشمال، السوبر أندرسكور إبراهيم أندرسكور صلاح. كابتن إبراهيم صلاح مشرفنا ومنورنا في السوبر بعد الفاصل. الله الله ابراهيم صلاح الله جول ابراهيم صلاح